مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فيس اوف. النهارده مش هنتكلم عن اي حاجه ليها علاقه في البرنامج او فقرات البرنامج، عشان انا وفريق الاعداد قررنا ان احنا هنتكلم عن القضيه الفلسطينيه، وهتبقى حلقه تغطيه للقضيه الفلسطينيه تعبيرا مننا عن دعمنا ليهم وعن وقفتنا معاهم. خلوني في الاول عايزه ابتدي بالاخبار الحلوه والمبشره اللي حصلت النهارده الصبح. من الساعه 10 الصبح عرفنا انه في 20 شاحنه دخلت عبر معبر رفح، كلها مساعدات من مصر لفلسطين ولاخواتنا في فلسطين، بعد اتفاق حصل يوم الخميس بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي بايدن. اتفقوا من خلاله على دخول 20 شاحنة فقط من المساعدات النهاردة الصبح، وبعد يومين ثلاثة طبعا في محاولات وحاجات كتير من يوم الخميس بيحاولوا ان الشاحنات دي تدخل، ولكن النهاردة الصبح سمعنا وشفنا فيديوهات كتير قوي البلوجرز وانفلونسرز واعلاميين وصحفيين وناس كتير مشايرة اللي بيحصل على المعبر. طبعا فرحة غير عادية كانت بتحصل لو في الحاجات بتظهر قدامنا دلوقتي على الشاشة، لو في اي فيديوهات يا اساتذة ياريت نحطها. عايزة هنا اتكلم في نقطة مهمة قوي، صناع المحتوى المصريين تحديدا يعني عملوا حاجة صراحة ترفع لهم القبعات، وحقيقي كانوا صحفيين وكانوا اعلاميين، كانوا مؤثرين، كانوا بينقلوا الخبر لحظة بلحظة على الستوريهات وعلى صفحاتهم على انستجرام، ومش خايفين من الريتش بتاعهم يقع ولا لأ، الفيوز عندهم تنقص ولا لأ، عشان في ناس كتير قالك لا انت ما تقعدش تنزل، اصل ايه الريتش عندك هيقع والسوشيال ميديا بتاعتك هتضيع والكلام ده. حقيقي كانوا مش خايفين من ده، وبرضه مش خايفين لا من قصف ولا من ضرب ولا من اي حاجه، مع ان احنا شفنا ستوريهات كتير ليهم هم بيصوروا، يعني هم شايفين الصواريخ والحاجات بتنزل من الناحية التانية عند في غزة أو عند إخوتنا الفلسطينيين، ولكن كانوا شجعان قوي وكانوا بينقلوا الحدث لحظة بلحظة. معايا دلوقتي أحد المؤثرات والكاتبة نورهان أبو بكر. ألو ألو نورهان، سمعيني؟ ألو، الاتصال مش واضح، يمكن الاتصال اتقطع، عشان اصلا نورهان بقالها 3 ايام عند المعبر اصلا، وهي من اول الناس اللي نشرت وقالت الشاحنات خلاص وصلت دلوقتي، ومن اول الناس اللي بشرتنا صراحه. ربنا معاكوا، اكيد هناك النتورك هتلاقيها وحشه او مفيش اتصال. هنرجع نحاول نكلم، هي معايا؟ الو نورهان. ايوه الحمد لله، طمنينا عليكي. الحمد لله احنا كويسين، الحمد لله كلنا بخير. عايزه اعرف الوضع عندك عامل ايه من الصبح، ايه اللي حصل من الساعه 10 الصبح؟ انا عارفه ان انت بقالك 3 ايام عند المعبر، صح؟ مظبوط. قولي لي الوضع. في الواقع هو النهارده يعني كان في اخبار الى حد ما كويسه، كان في 20 تريلا اوريدي دخلت خلاص وعبرت ونقلت المساعدات الناحية الثانية لأهلنا في فلسطين. يعني نقدر نقول دي أخبار النهاردة، يعني أنه طبعا الناس فرحانين، نحن الحمد لله قدرنا أن احنا نوصل المساعدات الناحية الثانية. كلنا فرحانين وكلنا قلوبنا معاكم نورهان، بس عايزة أعرف امبارح إيه اللي كان بيحصل؟ أنتوا كنتوا واقفين مستنيين إيه؟ كان في تحضير لدخول المساعدات امبارح بالليل. بس كان في لغط، كان في ناس بتقول انه في حاجات عند المعبر من جوه. لا مش من ناحيتنا احنا. ايوه من ناحيه يعني احنا طبعا في رفح مصر ورفح فلسطين. ايوه طبعا الضرب كان للاسف من ناحيه رفح فلسطين، ولكن امبارح كان القصف عنيف وشديد جدا، يعني احنا كنا بنحضر خلاص لدخول المساعدات، فوجئنا بقصف عنيف، يعني احنا اتخضينا والصوت كان قوي جدا.
ويقال ما اقدرش اكد حاجه زي كده ان ده كان اقرب حاجه اتضربت يعني يعتبر على مسافه على مقربه مننا يعني. فطبعا كل حاجه يعني يعتبر اتاجلت بشكل مؤقت لحد ما تمت النهارده الحمد لله. بس الحمد طبعا لله. يعني امبارح كانت ليله صعبه جدا لانه احنا العموم طول ما احنا قاعدين هناك بنبقى سامعين صوت القصف وبنبقى كمان قادرين ان احنا نشوف القصف الناحيه الثانيه للاسف. ولكن امبارح يعني يعني بصي احنا طول عمرنا يعني او مش طول عمرنا هو يعني واحد فرق كبير ما بين ان احنا بنسمع او بنشوف وحاسين يعني صحيح. الموقف طبعا مختلف تماما وهزنا احنا بشكل شخصي جدا صحيح. يعني طبعنا نزلت فما بالك هم. موقف يعني صراحة ما تحسدوش عليه ولكن حقيقي قلوبنا معاكم وكنتوا قدها حقيقي. عايزة أعرف رأيك نورهان، عارفة أن في كتير انفلونسرز عندكم ومؤثرين واقفين معاكم، إيه رأيك باللي بيحصل برضو؟ هم كانوا صحفيين وإعلاميين وناقلي للخبر لحظة بلحظة. تمام مظبوط. والله انا يعني بس انا ماليش راي قوي لانه انا طبعا من ضمنهم فاكيد رايي هيبقى جارح، ولكن احنا قبل ما نكون ناس مؤثره احنا بطبيعتنا احنا بشر، والوضع اللي احنا فيه ده ما فيش اي كائن بشري خلقه ربنا يقبل بيه ولا طبعا. ولا يقدر عليه. فاحنا طبعا. بنتعامل بالاساس بفطرتنا البشريه انه احنا كل واحد فينا عايز ياثر ولو بكلمه ولو بفعل، فلما الواحد يجي تحت ايديه فرصه زي دي ان هو يقدر يعمل تغيير او يقدر ينقل صوره او يقدر يشارك حاجه مع الناس، ما اظنش ان في حد ممكن يتردد عن خطوه زي دي اطلاقا، لانه ربنا ادانا موهبه وادانا ملكه، فاعتقد ان ده كان الوقت والحقيقي الاختبار الموهبه دي ان احنا يعني ربنا يستخدمنا بيها من الاخر يعني. الحمد لله الحمد لله ان دايما بنقول ربنا يستخدمنا، دي احلى كلمه قلتيها. شكرا جدا يا نورهان، ويعني ربنا معاكم وقلوبنا برضو معاكم، وزي ما غطينا واتكلمنا عن المؤثرين المصريين لازم ان احنا برضو ما ننساش ان مصر هي الدوله الوحيده اللي تصدرت المشهد من بين كل الدول العربية، هي اللي دايما كانت أول دولة بتتكلم، أول دولة أو أول برضو رئيس هو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي قرر برضو أنه يجمع الرؤساء بالقمة النهاردة، كان هو صاحب المشهد وصاحب الموقف الأول، وكان ليه تأثير كبير جدا بالدعم والوقوف إلى جنب أخوتنا الفلسطينيين. كان عايز أكتر حد أنه هو يوصل المساعدات ويبين من غير أي تردد أن احنا معاهم كتف بكتف وأن هم حقيقي إخوة لينا، وده اللي حصل. ولغاية آخر لحظة برضو لم ولن نكتفي بدخول فقط 20 شاحنة، عشان فكروا دول أكتر من 2.5 مليون نسمة، دول أكتر من 2.5 مليون يا جماعة، أكيد 20 شاحنة أكيد مش هتقضي. ومع ذلك مصر لسه مستمرة، ولن نقف عن الدعم المادي أو المعنوي، وإن احنا طول الوقت هنفضل مصممين ومعاهم كتف كتف زي ما قلت. دور مصر كان بناء، وكانت هي صاحبة الموقف والتي لا تخشى شيء كالعادة. عايزة بس برضو ان انا منساش انه نقابة الفنون التمثيلية، نقابة كل النقابات صراحة، النقابة الموسيقية وكل النقابات برضو كان ليها دور بناء طول الوقت، ازاي هم بيتجمعوا فنانين مصر ومطربين مصر وكلهم ايد بايد عشان برضو نشوف قد ايه هم داعمين للقضية الفلسطينية. دلوقتي معانا الأستاذ منير مكرم على التليفون. ألو. أيوة ألو. سلام أستاذ منير. ألو سمعني؟ أستاذ منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، حضرتك سمعني؟ معلش أنا اللي مش سامعة. أنا سامع حضرتك. إزاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. زي ما كنا بنتكلم في الانترو بنتكلم قد ايه برضو النقابات كان ليها دور مؤثر جدا في دعم القضية الفلسطينية. عايزة اسأل حضرتك سؤال، دور الفنان هل مؤثر للدرجة دي؟ طبعا مؤثر لدرجة 99% طبعا.
حقيقي. طب ازاي الفنان يقدر ان هو يأثر؟ احنا شفنا فنانين كتير وشفنا ناس برضو عتبوا على فنانين ان هم ما تكلموش او ما طلعوش من البداية تكلموا. ازاي الفنان قادر انه يوصل صوته؟ الفنان بيوصل صوته من خلال اعماله، من خلال ان هو بيقول لا للدماء. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجة، ان احنا اول نقابة على مستوى مصر عملت مؤتمر نتضامن مع شعب فلسطين، احنا اول نقابه عملنا هذا الموقف. صحيح. بعد الموقف ده بدعم الدكتور اشرف زكي، بعديها طبعا كل النقابات اتحركت وكل الدنيا اتحركت بعد هذا الموقف. وعملنا الحاجه اللي اعلى من دي برضه بدعم الدكتور اشرف زكي، ان احنا جه يوم الجمعه فقلنا طب ما تيجوا الدكتور اشرف زكي، قال يا جماعه ما تيجوا نصلي الجمعه في رفح عند المعبر. فطبعا أوكي. احنا وافقنا جري طبعا مع الدكتور اشرف ورحنا رفح، تحركنا الساعه 5 الفجر ووصلنا 5 مساء. انها عمليه شاقه ان انت تروح الحدود بتعدي على كمائن وعلى مخابرات وعلى جيش وعلى 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 لغايه لما وصلنا هناك. احساس حضرتك كان عامل ازاي وانت هناك؟ ممكن تقول لي ايه احساسك ايه وانت بتصلي في رفح؟ ما هو انت لما بيحصل لك كارثه او مصيبه لما بتلجئ ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا لو مثلا جالي خبر مؤلم وصعب على سبيل المثال، مثلا فواحد قال لي معلش انا اقول لك خبر صعب جدا، ابنك اتوفى، اول حاجه بعملها ان انا بعيط وبلجا الى ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. فاحنا نلجا الى ربنا، احنا صلينا وصلينا من قلبنا ان هذا المعبر يتفتح. هذا المعبر يتفتح. وبعدين انا فاكر ايام احداث لبنان لما كان في حرب دميه اهليه ما بينهم. صح. وفاكر ان احد الفنانين طلع عمل اغنيه قال ابانا ابانا الذي في السماء كفانا دماء. خد جمله من الصلاه الربانيه عشان يقول ابانا الذي في السماوات كفانا دماء. كفانا دماء بقى، كفايه دماء. صح. كفايه الاطفال العزل، الشيوخ، النساء، حرام، كفايه المنازل، الجوامع، الكنائس، المستشفيات، كفانا دماء. هو اللجوء الى ربنا هو اللي هيحل القضيه. ربنا هيتدخل وهيبقى فيه، لان العداله السمائيه لابد ان تظهر باذن الله. اللهم امين. شكرا جدا لذوق حضرتك استاذ منير، منير مكرم. دلوقتي معانا جماعه في الو. ايوه استاذ محمد محمود. الو الفنان محمد محمود، نقطع الاتصال. الو الو. ايوه فندم. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. حضرتك سامعني؟ ايوه سامع. سامع. الو انا سامعك. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. انا كنت عارفه ان حضرتك كنت برضو موجود مع الفنانين اللي كانوا في المعبر. تمام تمام. عايزه تحكي لي عن اللحظه دي، وعايزه اعرف برضو يعني لما استاذ اشرف زكي قال لكم انه ايه رايكم ان احنا نروح ونصلي هناك، كان شعورك ايه؟ هل كان في اي توتر؟ اطلاقا. انا الوهله الاولى مجرد ما قال لي بالليل نصلي الجمعه بكره في رفح، قلت له فورا طبعا، لدرجه انه لقيته بيكلمني تاني الساعه 1 بالليل، خفت لا يكون لغى زياره. يعني شوفي قد ايه كنت خايف، فلقيته بياكد لي ان خلاص وهنسافر الصبح الساعه 6 ما تتاخرش. قبل الساعه 6 كنت موجود فعلا قدام نادي النقابه علشان نركب الباص ونروح رفح. لا طبعا كنت سعيد جدا جدا، انا وكل الزملاء اللي راحوا، والكل كان يتمنى يروح عدد اكبر من كده، انما كنا محكومين طبعا بعدد معين عشان النقل. طبعا. صحيح. طبعا. طيب حضرتك شايف ايه الرساله اللي ممكن الفنانين دلوقتي ان هم ممكن يعملوها، او ازاي هيقدروا ان هم ياثروا برضو بالناس؟ عشان احنا عارفين انه الفن هو رساله اولا واخرا. ازاي نقدر ناثر؟ ودلوقتي اي فنان يقدر يعمل ايه دلوقتي؟ لازم طبعا كلنا نشارك بقلبنا واعمالنا، زي ما المسلسل الاختيار 1 و2 و3 عمل رد فعل عالي واعاد انتماء الشباب اللي ما شافش لا معركه ولا حارب ولا، وصحح التاريخ برضو طبعا. يعني طبعا طبعا، لان اللي عنده 50 سنه النهارده ما حضرش حرب اكتوبر يا جماعه. صحيح صحيح. 50 سنه مش حوالي الشباب الصغير، كان اكتر الشباب الصغير
انا ولادي لما شافوا الاختيار قالوا ايه ده، يعني لا ده احنا يعني ليا ابني واخد اعفاء، قال لي لا انا عايز اروح اسلم نفسي، وفي ابني قضى الخدمه العسكريه، قال لا انا عايز اروح تاني. لا 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 طبعا الفن القوى الناعمه دي مهمه جدا جدا، صحيح، زيها زي الدبلوماسيه بالضبط. ان لم تفوقها، وذلك الصدى اللي بتعمله عند الشعب المصري كله، ده ضروري جدا ومهم جدا ان احنا فعلا نعمل اعمال ونستمر في تقديم الاعمال اللي تخلي الناس تعرف القضيه دي ايه اللي شبه اتنست. انا اللي حصل ده بقول رب ضاره نافعه، ان قضيه فلسطين بقت على السطح بعد ما كانت كادت ان تكون في طي النسيان. مهم جدا طبعا اعمالنا الفنيه تعيد طرح القضيه، وهي دلوقتي بقت مطروحه على القمه دلوقتي بالنسبه لكل شعوب العالم. صحيح. سيبك من موقف الحكومات اللي بتتشدق بالديمقراطيه وبحقوق الانسان وهم على الارض الواقع لا ينفذونها الا فيما يمسهم فقط. صحيح. لا لا لا، احنا الشعوب تهمنا اكثر من الحكومات. احنا شفنا مظاهرات في نيويورك نفسها وفي مدريد وفي في كل دول العالم الغربي، وشفنا الشعوب الحقيقيه اللي شايفه القضيه صح، وحسوا بالاطفال اللي بتموت، اطفال رضع. لا لا يا جماعه، الفن مهم جدا واعلام مهم جدا جدا طبعا. طبعا بشكر حضرتك فنان محمد محمود، شكرا لذوق حضرتك للمداخله الجميله دي. زي ما برضو كنا بنتكلم انه الفن مؤثر جدا، برضو السوشيال ميديا برضو اتكلمنا انه في مؤثرين كتير كانوا مهمين جدا، ولكن اللغط اللي حصل على السوشيال ميديا عن يعني ناس كتير قال لك طب محمد صلاح ما اتكلمش وما قالش ومش عارف ايه، وبقالنا ايه اسبوع في الحوار ده. اتكلمت الحلقه اللي فاتت وقلت لا يا جماعه، محمد صلاح هو تبرع، هو عمل اللي عليه، ولكن ما طلعش وقال لك انا تبرعت واهو صور لكم واعمل لكم، زي ما ان في ناس كتير كل ما تعمل اي حاجه فتروح تنزل على السوشيال ميديا عشان تعمل شو يعني. ساعتها انا اتكلمت الحلقه اللي فاتت وعلقت على الموضوع ده وقلت ايه اللي حصل، ولكن في حاجات جديده حصلت بتخص محمد صلاح هرجع اعلق عليها، ولكن خلوني دلوقتي اطلع فاصل وارجع تاني. ورجعنا تاني من بعد الفاصل، عايزين بس نعلق على حوار محمد صلاح واللي حصل الحلقه اللي فاتت، ان انا اتكلمت وقلت يا جماعه يا اساتذه يا كبار يا مثقفين، خلينا قبل ما نزايد على بعض ونقول مين اتبرع مين ما اتبرعش، مين عمل مين ما عملش، ومين ليه ما طلعش وقال الكلمتين اللي انتوا عايزينهم. الراجل اصلا كان اتبرع للهلال الاحمر وبرده ما قالش، والهلال الاحمر لما شاف كميه الضغوطات اللي بتحصل على محمد صلاح هو اللي قال انه يا جماعه محمد صلاح قد تبرع للهلال الاحمر او لاخوتنا في فلسطين. طيب طلبنا من محمد صلاح يطلع ويتكلم، والراجل طلع واتكلم، اتكلم مش عاجب، ما اتكلمش برضه مش عاجب، طلع قالك ايه لا هو شكله كده بيقرا من حاجه، حافظ حاجه، بيقول كلمتين عشان بس يرضي الناس، بيقول انتوا بتعاتبوا محمد صلاح. محمد صلاح لاعب كره القدم اللي هو فخر العرب، اللي هو احسن حد عمل كوره واكتر حد اصلا احنا بنفتخر فيه دايما. انتوا بتطالبوا من لاعب كره قدم، مش من اعلامي، مش من ممثل، مش من نجم، مش من مؤثر، بتطالبوا حد بيلعب كوره. طيب لما هو عارف انه هو مؤثر وحس انه انتوا عايزينه يطلع ويتكلم طلع ويتكلم، ولكن عاتبانين عليه برضو انه هو بيقرا من حاجه. طيب ما اعلاميين كتير قوي ومذيعين كتير قوي بيطلعوا بيقروا من اوتو كيو، ليه بيقروا من اوتو كيو؟ عشان يبقى الكلام متظبط، عشان يبقى كل حرف في مكانه وكل كلمه في مكانها، يطلع ويتكلم ويرضي الناس ويرضي ضميره ويرضي موقفه برضه بكل ادب واحترام، حتى لو هيقرا، حتى لو هيقرا من اوتو كيو، حتى لو هيقرا من ورقه، مش احسن من حد طالع يعمل فيديو
طالع يهرتل ويقول اي كلام. حد طالع المفروض ان انت نجم، نجم، وانا دايما على فكره بدافع عنه، محمد رمضان انا اكتر واحده بطلع وبدافع عنه. والحلقه اللي فاتت طلعت واتكلمت، يا جماعه بتعتبوا ليه؟ الراجل ماضي قلنا عقود مع شركات عالميه والمفروض انه ينزل كل حاجه في ميعادها، وانا اللي طلعت ودفعت، وانا اسفه، انا اسفه، انا اسفه ان انا طلعت ودفعت، وانا اسفه ان انا وقفت وقلت لا معلش يا جماعه وما نجيش على بعض، انا اسفه. عشان الفيديو اللي عمله غير لائق، لا مش لائق خالص. يعني ايه تطلع وتقول ومتعصب؟ انا والله العظيم يا جماعه كنت بتفرج كده عادي من كتر ما شفت بوست بيتكلموا عن الموضوع، بعدين انا فجاه اتخضيت، انا حسيت انه في حد هيطلع لي اصلا من الكاميرا. قال لك ننزل نحارب، انت بتقول للناس تحمل سلاح وتنزل تحارب في الوقت اللي احنا عايزين استقرار وعايزين امان وعايزين مصر تبقى بسلام ونكون مستقرين؟ انت عارف يعني ايه حرب؟ انت عارف الاطفال وعارف الستات والناس اللي بتموت، انت عارف يعني ايه حرب الاول؟ يعني ايه حد نجم المفروض ومؤثر يطلع يقول لك ايه؟ قال كلمه صعبه جدا، السلاح بتاعنا بيصدي ونرجع نشتري سلاح تاني؟ هو ده كلام حد عاقل؟ ازاي يعني السلاح بيصدي؟ انا مش عارفه انت ايه اللي خطر لك اصلا وجه في دماغك ان انت تقول الكلمه دي. انت فنان المفروض ان انت تطلع وتشجع الناس وتقول انه المفروض انا اخلي الناس هي لا تثق بالقياده السياسيه واخليهم واثقين اكتر، وان احنا عندنا رئيس الدنيا كلها بتحلف بيه. نحن عندنا رئيس هو المتصدر الوحيد والأول في المشهد وفي الموقف بتاع القضية الفلسطينية وفي كل المواقف. مش نيجي نقول السلاح بيصدي وبنرجع بنشتري سلاح تاني وننزل حارب؟ ايه ده؟ لا انا حقيقي انا لسه مش قادرة يعني اصدق اللي قاله، وانا اسفالك اسفالك عشان انا دفعت عنك قبل كده. خليني بس اخلص التعليق ده، خد وقت انا عارفه زياده، ولكن النهارده في تفاصيل كتير قوي هنعرفها برضو من ضيفي اللي هينورني بعد الفاصل. خلوني دلوقتي اطلع فاصل وارجع تاني مع الاستاذ اللي هينورنا وهيعرفنا اكتر عن الحاجات الجديده اللي حصلت في القضيه الفلسطينيه. زي ما اتكلمنا قبل الفاصل ان في تطورات كتير قوي بتحصل كل ساعه وكل دقيقه، في تغيرات جديده بتحصل في القضيه الفلسطينيه. عشان كده منورنا النهارده ضيفي الاستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. دلوقتي بدايه انا عايزه اعرف راي حضرتك في اول ما حصلت الحاجات بتاعت من 7 اكتوبر لغايه النهارده، هل حضرتك شايف ان ده هيأثر فالقضية الفلسطينية أو هيحصل تغيير؟ هل ممكن يحصل أي تغيير جديد وجهة نظرك؟ أنا عايزة أسمع من حضرتك. هو طبعا اللي حصل يوم 7 أكتوبر هو تغير نوعي في أسلوب المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وده اللي يعني ده أحدث هزة داخل المجتمع الإسرائيلي وأحدث هزة للحكومة الإسرائيلية. لانه التغير كان اولا تكتيك المقاومه، طريقه التنفيذ
الاستخدام أولا التنسيق كان على أعلى مستوياته، طريقة الهجوم نفسها على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة ما يسمى غلاف غزة، طريقة إزالة العقبات اللي كانت بتواجه المقاومة، طريقة الوصول لهذه الأماكن. رغم حضرتك بس تقصد بالتنسيق اللي هو حماس، التنسيق بين فصائل المقاومة، هي مش حماس بس هي اللي نفذوا وفقا للبيانات الصادرة انه كان في تنسيق بين فصائل المقاومة كلها أكتر، وان الامر لم يقتصر فقط على حركة حماس، لانه البيانات اللي طلعت بعد كده اشارت الى انه الجهات كان مشارك، الجبهة الشعبية، الفصائل الفلسطينية معظمها كانوا مشاركين في الهجوم على المستوطنات اللي موجودة. فطبعا طريقة التنفيذ وطريقة التكتيك نفسه ده عمل صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي. وطبعا احنا شفنا ناس كتير قوي مصدومة، عشان احنا دايما بنسمع انه هم عندهم يعني صعب الاختراق، او هم مصدرين لنا فكرة كإسرائيل يعني، او الصهاينة مصدرين لنا فكرة انه استحالة حد يخترقهم، استحالة حد يقدر ان هو يدخل. انا هقول لحضرتك حاجة، هو طبعا الجدار الفاصل بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيلية اللي هو ده حوالي، ده تكلفته الفعلية حوالي مليار دولار، في انذار مبكر، في كاميرات مراقبة، في يعني اولا في طريقة دفاع ذاتي عن اللي بيدخل عن طريق او بيقترب من هذا الشريط الشائك او الشريط العابر، ده بيدي انذار. المدافع المنصوبة على طول الخط الحدودي ده بتشتغل ذاتيا، عشان كده طبعا لما ده كله يتعطل، ده كله يتعطل وتتفتح 18 فتحه في نفس التوقيت ويمر منها عناصر المقاومه، اعتقد ده فشل لاسرائيل، فشل جسيم، فشل ذريع. فده الـ 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 الموضوع كان احدث صدمه فعلا داخل حجم الاصابات، حجم الخسائر، حجم الناس اللي الرهائن او اللي تم اسرهم، سواء كانوا بقى مدنيين عسكريين، دي قصه ثانيه نتكلم فيها. لكن الـ 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 الموضوع دايما اسرائيل كانت في مواجهتها مع الفلسطينيين او العرب كانت دايما حروبها خارج حدودها. فدي المره الثانيه او الثالثه اللي يتم فيها استهداف الاسرائيليين داخل حدودهم. وده متغير جوهري في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. فطبعا النهارده قطاع غزه بالرغم من الامكانيات المحدوده، مهما كانت قوه المقاومه ومهما كانت قدرتها على التصدي، لا ده اسرائيل معاها اليات عسكريه متقدمه جدا، معاها طائرات، معاها دبابات، معاها قاذفات، معاها انظمه متطوره، اقمار صناعيه بتراقب، ده كله لا يوازي ان مجموعه من المقاتلين، مجموعه طبعا بيلجأوا لما يشبه حروب العصابات. فطبعا المسألة ما فيش أي وجه للمقارنة، علشان كده الصدمة كانت كبيرة، ورد الفعل الإسرائيلي كمان كان مبالغ فيه لهذا الحد اللي احنا بنشوفه. طيب حضرتك شايف حضرتك شايف أنه هل ممكن يحصل تسوية أو حل أو تغيير جذري؟ هو إسرائيل طبعا استغلت اللي حصل لأنه عايزة تصدر صورة للإعلام الغربي. طبعا الصورة اللي وصلت في بداية بعد 7 أكتوبر كانت صورة في غالبيتها صورة مغلوطة، صورة بينقصها الكثير من الإنسانية، صورة حاولت تنقل للناس ان المقاومة دي اتبعت اساليب وحشية، صحيح، وانه هي استهدفت اطفال ونساء ومدنيين وما الى ذلك وغيره. طبعا احنا شفنا، وطبعا صدرت للاعلام الغربي صورة انه دول بيقطعوا رؤوس الاطفال، ودول بيستهدفوا النساء، ودول بيستهدفوا المدنيين، علشان يعني تشيطن عناصر المقاومة وتوصلهم ان الاعلام الغربي وصل لمفاهيم، صحيح، بنى عليها توجه معين. فدي قالت الدعاية الإسرائيلية في الأيام الأولى للحرب، نجحت في أن هي توصل صورة للإعلام الغربي بنى عليها توجه الرأي العام الغربي. النهاردة الصورة بدأت تتضح شيئا بشيئا، واتضحت الأمور أنه الصورة دي بالفعل كانت فيها حاجات كتير مزيفة، بدليل البيان اللي طلع عن البيت الأبيض بعد التصريحات اللي قالها رئيس جو بايدن، بيحاول يصلح الموقف بالضبط. لأنه قالك أن الصور دي اللي نقلها له نتنياهو بالتليفون، هو فهم غلط، هو ما فهمش بالضبط. فأنت النهاردة قدام آل الدعاية، هم بيعرفوا يغزلوا الإعلام الغربي إزاي. النهاردة حكاية أن هو يوصل لتسوية بعد المواجهات،
هو الإعلام الإسرائيلي كان بيستهدف من وراء المواجهات، حاول يستغل اللي حصل إنه يحقق استراتيجية إسرائيل لتفريغ غزة من سكانها. أيوة. إنه هو يرحل غزة أو يفضي غزة، يصفي القضية الفلسطينية. أيوة. إنه عايز يبعد غزة، هو لو صحي الصبح عايز إن البحر يبلع غزة، ده ما عندوش مشكلة في ده. هل رأي حضرتك، بس عشان أنا في جوايا أحاسيس كده أنا عايزة أتأكد منها، هم عايزين حاجتين، هم عايزين يقفلوا القضية الفلسطينية ويخلصوا سكان غزة ويطلعوا. تمام. بس مش عايزة برضو تقييم حضرتك النقطة دي، مش الهدف مصر؟ هو طبعا سينا. شوفي أنا هقول لحضرتك، الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة كان واضح وقبل كده كان واضح أنه لا تصفية للقضية الفلسطينية، وأنه مصر لن تسمح بأن هي تكون وطن بديل للفلسطينيين. أكيد. ده خط أحمر، الأمن طبعاً. القومي المصري خط أحمر في المنطقة دي، والرئيس كان واضح النهاردة وقررها أنه مفيش، مش على حسابنا. يعني بس حضرتك شايف أنه ده مخطط، ده هدف، ده مخطط لإسرائيل. لكن إحنا طبعا مصر لها خطوط حمراء طبعاً. مش ممكن هتسمح باختراق أمنها القومي طبعاً. تحت أي مسمى وتحت أكيد. أي وضع. وطبعا إحنا شفنا أنه الرئيس عبر عن كل مواطن مصري في الكلمه صحيح. اللي وجهها طبعاً. للشعب بدليل المظاهرات اللي طلعت امبارح واللي كانت إيه؟ معبره صحيح. انه الشعب المصري كله ضد الكلام ده طبعا. النهارده المساعدات الانسانيه اللي راحت على قطاع غزه وبقالنا النهارده بدات تدخل، النهارده برضو مصر بدات تاخد، النهارده الرئيس لما دعا لقمه القاهره للسلام 31 دوله، ثلاث منظمات دوليه واقليميه شاركت فيها، الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه ده حجم مشاركة كبير في أنه تم الدعوة لهذه القمة والدول 31 دولة استجابت. طب حضرتك شايف أن القمة دي ممكن تبقى وسيلة ضغط على إسرائيل؟ هل ممكن تساهم في ده؟ طبعا الكلمات اللي طلعت عن القادة والمشاركين في القمة كانت واضحة للغاية. أولا استهداف المدنيين، ده العالم كله ضده. نمرة اتنين، العالم كله ضد تصفية القضية الفلسطينية. العالم كله ضد المبالغة في أو الإفراط في استخدام القوة من جانب القوات الإسرائيلية. إلى جانب أنه قصف المدنيين واستهداف المستشفيات واستهداف الكنائس واستهداف دور العبادة، يعني دي الأماكن اللي الناس في الحروب بتلجأ ليها. صحيح. في اختراق يعني من البروتوكولات، استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس. أيوة. ده طبعا. أيوة. متغير أو حاجة يعني لا تخطر على بال حد. طب إيه وجهة، ممكن أعرف وجهة نظر حضرتك في النقطة دي، إن في هنا حصل اختراق للبروتوكول، هم من جنيف يعني في عندهم قواعد ما ينفعش إحنا ولا كنائس ولا مساجد ولا أطفال ولا مستشفيات. ولا مستشفيات. هي إسرائيل يعني للأسف الشديد طول عمرها، والذعر للدرجة دي، هي طول عمرها بتتحدى القانون الدولي. دي مش حاجة جديدة، القرارات الدولية اللي صدرت من أيام النكبة من سنة 48 1948 لغاية النهاردة، آلاف القرارات الدولية يعني إسرائيل ضربت بها عرض الحائط. أيوة. ومع ذلك العالم بيطبطب عليه. النهاردة أنت قصفت مساجد، قصفت مستشفيات، قصفت كنيسة امبارح من أقدم ثالث أقدم كنيسة على مستوى العالم. صحيح. بيلجأ ليها الناس لأن دور العبادة هي الملاذ الآمن لكل الناس اللي بتلجأ. مدارس الأونروا امبارح كان في تحذير من إدارة مدارس الأونروا أنه إخلاء خمس مدارس علشان في تحذير باستهدافها من جانب القوات الإسرائيلية. المدارس دي النهاردة في نص مليون فلسطيني لجأوا ليها باعتبارها أماكن آمنة. النهاردة ما عادش في مكان في غزة آمن. النهاردة كل الكلام ده أولا ضد القانون الدولي الإنساني طبعاً. دي كلها بتعد بمثابة جرائم حرب، دي كلها اتفاقية جنيف زي ما حضرتك. أيوة. أشرتي. ده كله فيه قواعد القانون الدولي، قواعد القانون الدولي الإنساني. النهاردة أنت ضربت عرض الحائط بكل هذه القواعد والقوانين الدولية اللي بتجرم استهداف المدنيين أساسا وتهجيرهم بشكل قسري من بيوتهم. لا، البيوت بتتدمر على ساكنيها دون أي وازع من ضمير. شفنا الأطفال، شفنا النساء، شفنا كبار السن، شفنا العجائز، شفنا الناس اللي هم لا معاهم سلاح ولا معاهم أي حاجة، وناس يعتبروا أبرياء، ناس يعني ملهمش في هذه المواجهات. أنت عايز تستهدف، استهدف عسكريين او مسلحين. طب ليه هنا موقف الامم المتحده؟ ليه احنا شايفين؟ لا، جوتيريش امبارح قال كلمه في غايه الاهميه عند معبر رفح لما كان. أيوة.
هناك لا، الراجل قال ان انا ضد استهداف المدنيين والامم المتحده ضد استهداف المدنيين، ولكن لم بشكل تطبق. واضح، وضد التهجير القسري وضد الكلام ده. ما هو جوتيريش، ما هو ده كلام احنا لما نيجي عمال بنطبق. المفروض من يوم الخميس اصلا لما حصل الاتفاق على دخول 20 شاحنه، طب ليه اتاخر كل ده؟ لان اسرائيل في تخبط داخل الحكومه الاسرائيليه، لانه اولا في البدايه الاسرائيليين علوا السقف. نتنياهو طبعا بعد الضربه، ما انا قلت لحضرتك ان احدثت صدمه داخل المجتمع الاسرائيلي وداخل الحكومه الاسرائيليه. أيوه. واعتقد ان الحكومه الاسرائيليه اللي موجوده دي كلها هتتحاكم بعد انتهاء المواجهات دي، لانه اولا نتنياهو متهم بقضايا فساد، عنده قضايا كتير دي هتضاف لسلسله القضايا اللي هيحاكم بسببها، لانه قبل كده ايهود اولمرت اتحاكم بعد ما انتهت الحرب اللبنانيه الاسرائيليه في 2006. النهارده لما يجي يكرر نفس السيناريو تاني، والنهارده في فشل ذريع وفشل استخباراتي وفشل امني وفشل على المستوى العسكري وفشل في التخطيط، والنهارده كل اللي انت تملكه ان تضرب المدنيين بالطيارات، يعني ما فيش اي تفوق عسكري، ده انت بتضرب بالطيران وبتضرب ناس عزل وناس مدنيين معهمش سلاح. ايه المكسب الانساني او المكسب الحربي اللي انت حققته؟ انت ما حققتش حاجه. صواريخ المقاومه مستمره، الاستهدافات سواء حتى الصواريخ تل ابيب ما زالت مستمره، الصواريخ للمستوطنات المحيطه في مدينه او قطاع غزه. أيوه. مستمر النهارده، لغايه النهارده مر حوالي 15، النهارده اليوم ال 16، ما زالت المقاومه قادره على ان هي توجه صواريخها للمدن الاسرائيليه. انت ما حققتش حاجه غير انك انت استهدفت ناس عزل وناس مدنيين، يبقى ده فشل. طيب حضرتك شايف ممكن يحصل ايه النهارده بعد الاجتماع بتاع القمة؟ هل ممكن يحصل أي تغييرات جديدة؟ هو طبعا زي ما أنا بالنسبة للمساعدات في تصوري، ما هو المساعدات بدأت تدخل، وأعتقد أنه مبارح بادرة إطلاق السيدة الأمريكية وابنتها دي برضو بادرة جيدة، أنه المدنيين ما لهمش ذنب في الموضوع. أنت النهاردة عايز تستهدف عسكريين من الجانبين، احنا ضد استهداف المدنيين بالمطلق. فالنهاردة لما تيجي انك انت المساعدات الانسانية والاغاثية والطبية دي حاجة ما ينفعش نستغنى عنها. صحيح. المية، قطاع غزة النهاردة محروم من وسائل الحياة، سبل الحياة، ما فيهوش كهرباء، ما فيهوش مية، ما فيهوش اي حاجة. صحيح. النهاردة الغذاء بيتقلص، بيتراجع، الناس دلوقتي ما عندهاش حاجة تاكلها، ما عندهاش حاجة تتطبب بيها، المستشفيات بتعاني من قصور في المستلزمات الطبية والصحية. أعتقد أن المساعدات ده شيء أساسي، أنه على الأقل تدخل الحاجات الإغاثية والإنسانية. وطبعا النهاردة دخول 20 شاحنة بعد تدخل مصر، أعتقد أن دي بادرة جيدة يجب أن يبنى عليها، وأنه المساعدات يعني يجب أن تصل للناس دي، لأنه يعني إزاي بني آدم هيعيش بدون أكل وبدون شرب يعني. طيب، وفي برضو نقطة في حوار المساعدات، أنه برضو تم منع دخول الوقود. الوقود لانه ليه؟ اسرائيل برضو بتضغط على الفلسطينيين، لان هم عايشين في ظلام دامس دلوقتي. والمستشفيات مهدده بالتوقف فعلا، لانه ما فيش محطه الكهرباء الاساسيه في فلسطين، توقفت عن العمل تماما بعد 4 أيام من المواجهات. المحطه دي بالرغم ان هي بتمد قطاع غزه بحوالي 20% فقط من احتياجاتها من الكهرباء، مع ذلك توقفت. اصبح الاعتماد دلوقتي على المولدات. طبعا المولدات اللي هي في البيوت مع الوقت هتبدا أكيد تقل، لأنه عدم وجود وقود هيشغل المولدات دي، هتبدأ إن هي تتراجع. المستشفيات هتبدأ ما تشتغلش النهاردة في استهداف المستشفيات، ما فيش وقود لتشغيل مولدات المستشفيات. طبعا مسألة صعبة جدا، يعني إنه بني آدم يعيش، وخصوصا المرضى، يعني في أجهزة بتشتغل على الكهرباء. هل ده فقط؟ أنا بس بفكر في حاجات ده، أنا بفكر في الجزء الإنساني. أيوة، أنا بفكر في الجزء الحربي، اللي هو هل ده ممكن يبقى تمهيد لدخول إسرائيل بالبر برا؟ هي إسرائيل دلوقتي مترددة، لأن الخسائر اللي هتنتظرها من الدخول البري، إحنا في رسائل متبادلة من عناصر المقاومة لإسرائيل. امبارح يعني مثلا فصائل حماس يعني نشرت فيديو إزاي بتمشي الطائرات المسيرة، يعني الطائرات اللي بتستهدف الدبابات. اعتقد ان دي رساله، لانه اولا المواجهه زي ما قلت، مواجهه اصبحت مختلفه عن المواجهات السابقه. في دلوقتي مسيرات، في طرق، هي طرق
لا توازي القوى الحربية الإسرائيلية، لكن دي بتحقق خسائر للجانب الإسرائيلي. فأعتقد أنه أولا في قطاع غزة هو في وسائل أخرى للمقاومة تعتمد عليها في هذه المواجهات. الدخول البري محفوف بالمخاطر للإسرائيليين زي ما هو محفوف بالمخاطر لسكان قطاع غزة. هو هيساهم في دمار المزيد من البيوت والمنازل، لأن الدبابات ما بتفرقش، والدبابة لما بتدخل بتقصف بعشوائية. فأعتقد أن ده هيكبد الطرفين خسائر هائلة، وأعتقد أن ده اللي مخلي الإسرائيليين يتريسوا في أن هم يدخلوا بري لغاية دلوقتي. طيب هل في أصوات أو في ناس حقيقي في إسرائيل تدعو السلام؟ في بعض الإسرائيليين على فكرة، وفي ناس بتهاجم الحكومة الإسرائيلية دلوقتي. أو يعني في وزير المالية الإسرائيلي، أيوة احنا شفنا إسرائيليين منهم، لا وزير في الحكومة، أيوة صرح وقال لك إن ده إخفاق، وإنه الحكومة مش قادرة تواجه اللي بيحصل في غزة. يعني ده أحد الناس اللي هاجموا الحكومة وهو عضو في الحكومة. في أصوات وفي جماعات سلام داخل إسرائيل مش عاجبها اللي بيحصل، في ناس ضد توجهات الحكومة الإسرائيلية اللي موجودة، بدليل إنه الحكومة دي وصلت للحكم بالتحالف مع العناصر اللي هي قريبة لها في التوجهات السياسية والعقائدية بعد 4 انتخابات. يعني فطبعا كان الحكومة الحالية حكومة يمينية متطرفة، في إسرائيليين كسر ضد توجهاتها. مش بس ضد توجهاتهم كإسرائيليين، لا برضو بايدن، في ناس كتير قوي ضد اللي هو ضد القرارات، لأنه بايدن أولا أنا مستغرب الموقف، يعني اللي هو واخده ناس كتير قوي مستغربين بصراحة، لأنه أولا أنت يعني مع الظالم، مع الـ 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 يعني أنت دلوقتي عينك أنت ما فيش قرار، أيوة استهداف مدنيين. ما هو المدني هنا زي المدني اللي طبعًا هنا على فكرة طبعًا. فلسطيني ده بني آدم زيه زي المدني اللي في الجهة التانية. فأنت شايف ده ومش شايف ده. النهاردة الكلب بإمكانين، حتى الولايات المتحدة في القرار الأخير اللي قدمته روسيا في مجلس الأمن، القرار اللي قبله فشل، القرار اللي بعد كده الأمريكا استخدمت الفيتو لأنه كان بيدعو لوقف إطلاق نار علشان يدي فرصة لأن الناس بدافع إنساني يعني. فالنهاردة أنت لما تاخد اتجاه، ما أنت كده يعني أولا رأي العام في العالم كله في مظاهرات داخل واشنطن وفي نيويورك كانت امبارح وأول امبارح ضد اللي عمله الرئيس الأمريكي. فالنهاردة إحنا لما بنشوف حجم المظاهرات اللي موجودة في فعلا تغير في اتجاهات الرأي العام. الأيام الأولى من المواجهات كانت اتجاهات الرأي العام في اتجاه صحيح. النهاردة بعد ما تبين العالم يعني حقيقة ما يحدث أصبحت وجهة النظر مختلفة عن الأول صح. فالنهاردة في اختلاف في توجه الرأي العام. طيب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي النهاردة طلب من جميع الإسرائيليين الموجودين في مصر وفي الأردن إن هم يغادروا، أو لو أنت عندك ما تحجزش ما تروحش ما ترجعش. هل ده مؤشر لحاجة؟ طبعا، لأنه هو ده على فكرة مؤشر خطير جدا. أيوة ما أنت النهاردة العواصم اللي خرجت فيها مظاهرات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية أيوة. كبيرة جدا. النهاردة مش مجرد مصر والأردن فقط، لا في المغرب كمان كان طلبوا برضو الرعاية، يعني في خوف، لأنه أولا أنت النهاردة المواطن الإسرائيلي لما بيتوجه لأي دولة أولا هو رايح سواء كسياحة أو لأي غرض أيوة. من الأغراض، أنت كنت بتروح دولة معينة بهدف أنك أنت تزورها أو فكنت بتاخد اتجاه معين. النهاردة الصورة اتغيرت، في النهاردة رأي عام ضدك، فإزاي أنت هتتوجه إلى دولة أنت في رأي عام ضد توجهاتك أنت وتوجهات حكومتك. فالنهاردة فعلا في خسارة فادحة يعني مش بس للمواطن الإسرائيلي، للاقتصاد الإسرائيلي كمان، لأنه دلوقتي ما فيش سياحة عندهم. مطار بن غوريون تم استهدافه، في تهديدات حتى شفنا المشاهد لما المستشار الألماني راح وبعدين السفارات الإنذار يعني ضربت في مطار بن غوريون، وشفنا ازاي الناس طلعت تجري. فهداك طبعا كلها يعني بتأثر على الأوضاع سواء داخل إسرائيل أو خارج إسرائيل. النظرة لما يحدث داخل إسرائيل أصبحت مغيرة عن قبل 7 أكتوبر. يعني هم خايفين على رعاياهم، طبيعي، لأنه ده طبيعي في اتجاه، لأنه دلوقتي أنت عمال تقتل في مدنيين وتقتل في أطفال أيوة. والناس ده طبيعي، كلها ولكن هل ده هل ممكن
انا اصلا بخاف من الحاجات دي، او بفكر انه هل يعقل ممكن يبقى في حاجه عايزين يعملوها لمصر او للاردن؟ لا لا طبعا مستحيل، لان احنا مصر الحمد لله، مصر احنا دوله الحمد قويه لله. أيوة. دوله ما حدش يقدر يجي ناحيتنا، بس ده ما فيش اي خطر عليه. لا لا طبعا المساله هنا مختلفه، انا بتكلم على نظره الناس للسايح او للمواطن اللي هو اساسا في اتجاه دلوقتي ضد اللي بتقوم بيه حكومته. فانت النهارده لما يكون انت الراي العام شايفك او شايف حكومتك على هذا المستوى، طبعا اي مكان هتروحه هيكون غير مرحب بيك في التوقيت ده، لانه انتوا دوله دلوقتي العالم كله بيقول حق الدولتين، حل الدولتين، الفلسطينيين لهم حق في ارضهم. انت النهارده بتقتل مدنيين، عمال تستهدف مستشفيات، عمال تستهدف دور عباده، عمال تستهدف صحيح. مدارس الناس بتلجا لها. فالراي العام ضدك بطبيعه الحال، سواء انت كنت يعني كان لك ذنب في اللي بيحصل او مالكش ذنب. فالنهارده النظره للحكومه الاسرائيليه والنظره للاسرائيلي خارج بلده النهارده مختلفه تماما عن اللي كانت قبل 7 اكتوبر، لان الوضع اختلف. صحيح طبعا، ده دليل ذعر اصلا هم بالظبط. فالمساله مزورين. النهارده حصل اختلاف في التوجه، واختلاف كمان في نظره الناس ليك، مش في المنطقه العربيه بس صحيح. على فكره في العالم كله، لانه النهارده المظاهرات اللي خرجت هي مش خرجت علشان الحكومه الاسرائيليه. طب ما انت في شعب معبأ، وفي 300,000 من الاحتياط تم يعني استدعائهم واصبحوا في القوات الاسرائيليه صحيح. دلوقتي بيواجهوا قطاع غزه، يعني قطاع غزه اللي هو قطعه بسيطه صحيح. جدا دلوقتي انت مجهز دبابات وطيارات ومدافع، يعني في افراط في صحيح. استخدام القوه، ومع ذلك هم الناس قادرين يقاوموا لغايه النهارده. فيعني مساله في غايه الصعوبه يعني. طبعا، بس بما ان حضرتك معلش اتكلمت عن الراي العام، في ناس دايما على السوشيال ميديا، وكنا بنتكلم في ده في الانترو، انه لازم فلان يطلع يتكلم ولازم فلان وده ما قالش، واكيد حضرتك سمعت عن الحاجات اللي حصلت. عايزه اعرف هل ده حقيقي بيأثر بالرأي العام من وجهة نظرك، لما يطلع حد مؤثر زي محمد صلاح او محمد رمضان او باسم يوسف، هل ده أثر حقيقي؟ أثر طبعا، بس أنا يعني بصراحة ضد الكلام ده، لأنه ما ينفعش إن إحنا نحمل الناس فوق إمكانياتهم. يعني محمد صلاح مع احترامنا ليه، هو راجل لعيب كرة متميز صحيح. وراجل حقق شهرة عالمية طبعا. في مجال، فما تحملوش فوق طاقته. وبعدين النهاردة باسم يوسف لما هو راجل صنعته الكلام، يعني باسم يوسف راجل مقدم وكان صحيح. بيعمل برنامج وله في فلما طلع في المقابلة كلنا شفناها، وشفنا انه اولا بيعرف يحاور وبيعرف يتكلم صحيح. وبيعرف يدافع عن وجهة دي نظره، دي شغلته بالظبط. يعني لو حضرتك دلوقتي دخلتي في حوار مع مذيعة زميلة او مذيع زميل، اكيد هتتفوقي صحيح. اكيد، لان ده مجالك. فمجال الرؤية هنا او مجال محمد صلاح لاعب كورة، فلازم ما نحملوش فوق طاقته. صحيح. النهاردة محمد رمضان ممثل، فما ينفعش ان انا النهاردة اجي اضغط في توقيت معين اطلب وجهة نظرك. طب ما هو انت شوف الظرف اللي هو عايش فيه صحيح. شوف الفريق اللي هو بيلعب ليه، شوف يعني برضو هو الراجل طلع وقال رسالته، كانت رسالة محترمة وكانت رسالة موفقة صحيح. اعتقد انه كمان باسم يوسف المقابلة اللي عملها صحيح. كانت مقابلة، هو الراجل انسان محترف وعارف، هو محترف وعارف يخاطب الاعلام الغربي ازاي صحيح. وعارف يخاطبهم بلغتهم، فهو علشان كده حتى اسلوب هو باسم كان بيقدم برنامج ساخر، فهو علشان كده البرنامج هو كان بيقدمه بسخريته المعهوده وبيحنكه بالظبط، فكان يعني بيغازل اللي قدامه بنفس لغته صحيح. فاسلوب الحوار هو المنطقه اللي هو متميز فيها يعرف يتكلم فيه صحيح. لكن محمد صلاح راجل بيلعب كوره، هو لعيب محترف ولعيب شاطر ولعيب بيعرف يجيب جوان وبيعرف ازاي كل حد في حتته صح. ده اللي انا بقوله. بشكر حضرتك جدا استاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جدا لوجودك معانا. عايزه اقول لكم خلاص الحلقه خلصت، ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده من فيس اوف. الى اللقاء.